في المحاضرة السابقة يا شباب اتكلمنا عن النواسخ كان وأخواتها، وقلنا إنه النواسخ كان من الأفعال الناسخة كان وأخواتها، وكان من حيث العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد تعمل بدون شروط في النفي والإثبات، وتعمل بشرط أن تكون مسبوقة بنفي، وثلاثة أو أن تكون مسبوقة بما المصدرية الظرفية. وتكلمنا عن خصائص كان، قلنا كان تأتي ناقصة وتامة وزائدة، وتتصرف كان تصرفا كاملا، تحذف النون من كان وتكون عاملة، تحذف كان وتكون عاملة، تحذف كان مع اسم وتكون عام. احنا في المحاضرة السابقة وصلنا لعند حذف النون من كان وتكون عاملة. اليوم حنتكلم عن تحذف كان وتكون عاملة، مثل: أما أنت محسنا ساعدت المحتاجين. أما أنت محسنا ساعدت المحتاجين. أما أنت ذا بر. أما أنت ذا بر. لو إجينا للمثال الأول قلنا أما أنت محسنا، أنت اسم كان المحذوفة، محسنا خبر كان المحذوفة. طيب كيف عرفت إنه هنا كان محذوفة؟ وجود أما المشددة، وجود أما المشددة يدل على أن كان محذوفة. أصل المثال: لأن كنت محسنا ساعدت المحتاجين. لأن كنت محسنا ساعدت المحتاجين. حذفت كان، حذفت كان وعوض عنها بما، صارت لأن ما كنت محسن، لأن ما أنت محسنا، لأن ما أنت محسنا. حذفت اللام صارت أن ما أنت محسنا. أضغمت الميم في النون صارت أما أنت محسنا. أما أنت محسنا. إحنا ملناش في مش مطلوب منا إنه كيف صارت، المطلوب منا إحنا كمادة متطلب جامعة إنه أنا أعرف بس فقط وجود أما، وجود أما المشددة دليل على كان المحذوفة، وجود أما المشددة دليل على كان المحذوفة. يعني أما أنت محسنا كيف عرفت إنه كان محذوفة؟ وجود أما مشددة الميم عبارة عن أن وما، لا مش إنما، أن وما، مش إنما، هذيك إن وما، هذيك بتختلف عندي هناك بتختلف. هنا إحنا بنتكلم أما أنت عبارة عن أن والماء، أضغمت الميم في النون فصارت حرف مشدد. ماشي، حذفت اللام عندي هنا، إذن أما أنت محسنا، أنت اسم كان المحذوفة، محسنا خبر كان المحذوفة. أما أنت ذا بر، أنت اسم كان المحذوفة، ذا خبر كان المحذوفة. تحذف كان مع اسمها ويبقى خبرها. طيب متى تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر؟ قالوا في موضعين، النحاة قالوا في موضعين. الموضع الأول إذا وقعت بعد إن الشرطية، الموضع الثاني إذا وقعت بعد لو الشرطية. يعني بعد إن الشرطية تحذف كان مع اسمها بعد إن الشرطية، هي الموضع الأول، بعد لو الشرطية. موضعين. طيب مثل، حنجيب مثال على الموضع الأول ومثال على الموضع الثاني. ورد إن الشرطية ولو الشرطية. طيب
في سبيل الوطن يهون كل شيء، في سبيل الوطن يهون كل شيء، في سبيل الوطن يهون كل شيء، إن أموالاً وأرواحاً، إن أموالاً وأرواحاً. يعني لو إجيت قلت أنا في سبيل الوطن يهون كل شيء، إن أموالا وأرواحا. هنا إن شرطية، أصل المثال إن كان المبذول أموالا وإن كان المبذول أرواحا. ها، إن كان المبذول أموالا وإن كان المبذول أرواحا. هنا حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر، حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر. كان المبذول أموالا خبر كان. طيب تحذف كان مع اسمها بعد لو الشرطية، بعد لو الشرطية تحذف كان مع اسمها. ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. خاتما هنا خبر كان المحذوفة مع اسمها. التقدير: التمس ولو كان الملتمس خاتما. هي التقدير: التمس ولو كان الملتمس خاتما. إذن خاتما إيش إعرابها؟ خبر كان المحذوفة. في كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ورد شاهد على الكلام اللي احنا بنقوله. ايش بقول؟ ائتني بدابة ولو حمارا، ائتني بدابة ولو حمارا. حمارا الى خبر كان المحذوفة مع اسمها. ولو كان ايش التقدير؟ ولو كان المأتي حمارا. اذا حذفت انا كان مع ايش؟ مع اسمها. متى تحذف كان مع اسمها؟ إذا وقعت بعد إن الشرطية ولو الشرطية. طيب عندي تحذف كان مع خبرها ويبقى اسمها، تحذف كان مع الخبر ويبقى الاسم. ماشي. ولا ازرع ولو شجرة، برافو عليه، ولو كان المزروع شجرة. ماشي. طيب اتفضل، هاي خد المايك. ادرس ولو صفحة، ولو كان المدروس ادرس، ولو كان المدروس صفحة. اذا هنا حذفت كان مع ايش؟ مع الاسم تبعها. واضح؟ طيب عندي هنا هالوقت يا شباب تحذف كان مع الخبر ويبقى الاسم. طيب متى تحذف كان مع الخبر؟ إذا وقعت بعد إن الشرطية ولو الشرطية، إذا وقعت بعد إن الشرطية ولو إيش؟ الشرطية. يعني الأمثلة اللي إحنا ذكرناهم سابقاً بتكون إيش هنا؟ تأتي برواية النصب وبرواية الرفع. أنا قلت لما أجي أقول الحديث، لما التمس اجى الحديث قرئ بروايتين، رواية النصب ورواية الرفع. التمس ولو خاتم من حديد. اذا ايش اعراب هنا خاتم؟ اعرابها اسم كان المحذوف. اسم لكان، كان حذفت والخبر تبعها محذوف. التمس ولو كان خاتم الملتمسة.
حذفت كان والخبر، يعني في المثال أأتني بدابة ولو حمار، حمار هنا إيش؟ ولو كان حمار المأتية. إذن حذفت كان مع إيش؟ مع الخبر. في سبيل الوطن يهون كل شيء، إن أموال وأرواح. طيب واحد يقول لي أنا إيش بدي أقرأ؟ كيف بدي أقرأ لو إجتني؟ بقول لك اقرأ الروايتين، يعني ممكن تقرأ برواية النصب صواب، وإذا قريت برواية النصب برواية الرفع صواب. يعني لو أنا قريت الأمثلة السابقة برواية النصب صواب، لو أنا قريتها برواية الرفع إيش عندي؟ أيضا من ناحية اللغة صواب. النوع الثاني من النواسخ يا شباب الحروف الناسخة، الحروف الإيش؟ الحروف الناسخة. عندي هنا إن وأخواتها. طيب الحروف هذه إن أن كأن ليت لعل، إن أن كأن ليت لعل. طيب عندي هنا إيش الملاحظ؟ الملاحظ الآتي، إنه عندي هنا لازم هذه الحروف تعمل وهي مشددة، ما عدا إيش؟ ما عدا ليت. ليت كل الحروف اللي إحنا ذكرناها في النواسخ لا تعمل إلا وهي مشددة. طب هي إيش بتعمل؟ بتدخل على الجملة الإسمية، بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، بعكس كان وأخواتها. أخواتها قلنا بتدخل على الجملة الإسمية، بترفع الاسم وبتنصب الخبر، لكن إن وأخواتها بتنصب الاسم ترفع الخبر. برافو عليك. طيب هنا إن لازم تكون مشددة بتفيد التوكيد، أن بتفيد التوكيد، كأن بتفيد التشبيه، لكن بتفيد الاستدراك، لعل بتفيد الترجي، ليت بتفيد التمني، إن أن كأن لكن ليت لعل. إن نجيب أمثلة، إن الطالب مجتهد، إن زيدا قائم. هاي إن حرف ناسخ، الطالبة اسم إن، مجتهد خبر إن، مال اسمها منصوب وخبرها مرفوع. إن الجو معتدل، إن الحياة صعبة. عندي هنا إيش أجب أقول؟ إن دخلت على الجملة الإسمية، نصبت المبتدأ وسمي اسمها، ورفعت الخبر وسمي خبرها. طيب لو إحنا قلنا إن، هل يصح بتكون هنا إن شرطية؟ بيصير هنا بده يجي بعدها فعل، فعل الشرط وجواب الشرط. لو قلت إن تدرس تنجح، هذه مخففة من الثقيلة، إذا لا تعمل هنا، مش من النواسخ، هذه إن شرطية دخلت على الجملة الفعلية. الفعل الأول بنسميه فعل الشرط والثاني جواب الشرط. وضحت؟ طيب أن أيضا بتفيد التوكيد، حرف ناسخ بفيد التوكيد. علمت أن الطالب مجتهد، علمت أن الطالب مجتهد، علمت أن الانتفاضة منتصرة، علمت أن الجهل ظلام. ماشي. طيب إذن هنا أن علم بتنصب مفعولين، التاء تاء الفاعل. أن الطالب مجتهد، أن حرف ناسخ، الطالب اسم أن، مجتهد خبر أن. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد مفعولي علم، لأنه علم هذا بتنصب مفعولين. لما أنا جبت أن مصدر، المصدر سد مسد المفعولين. وضحت هذه النقطة ولا لا؟ علمت أن الطالب مجتهد، علمت أن العلم نور. عندي هنا أن
بتبقى حرف ناس. طب لو احنا استخدمنا ان، بتكون هذه ايش؟ مصدرية، يأتي بعدها فعل مضارع. لو انا استخدمت ان، بتكون ان هنا مصدرية المخففة. احنا قلنا لازم نستخدم ايش؟ ان المشددة، الحرف الناسخ. طيب كأن بتفيد التشبيه، كأن الفتاة بدر، كأن القمر مصباح منير. طيب عندي هنا كأن بتنصب الاسم وبترفع الخبر، لازم تكون مشددة، لازم تكون مشددة. لو أنا استخدمتهاش مشددة بتكونش عاملة. كأن الفتاة بدر، الفتاة اسم كأن، بدر خبر كأن، كأن القمر مصباح منير، كأن حرف ناسخ، القمر اسم كأن، مصباح خبر كأن، منير صفة، صفة، كأن القمر مصباح منير. في شباب قالوا إنه إنه لازم هذه تعمل وهي إيش؟ وهي مشددة. ورد بيت من الشعر استخدموه البلاغيين، استخدم البلاغيون هذا البيت دليل على إنه التشبيه في التشبيه، لكن النحاة استخدموه على إنه كأن جاءت مخففة من الثقيلة وعملت عمل كأن، لكن هذا الكلام مش بقياس، الكلام هذا نادر، بقول نادر في اللغة العربية أن تأتي كأن مخففة من الثقيلة وعامل عمل إيش؟ إن، يعني بتنصب الاسم وبترفع الخبر. البيت الشعر اللي استشهد فيه النحاة قالوا فيه: لها سدر مشرق النحر، كأن ثدياه حقاني. هي عندنا جاءت كأن مخففة من الثقيلة، جاءت كأن مخففة من الثقيلة وعملت عمل كأن المشددة، عملت عمل كأن المشددة، نصبت الاسم ورفعت الخبر. طيب لكن، لكن برضو لازم تكون مشددة، بتفيد الاستدراك. يعني أجي أقول: الدراسة في كلية الحقوق صعبة لكن النجاح ممتع. الدراسة في كلية الحقوق صعبة لكن النجاح ممتع. إذن هنا عندي هنا إيش؟ إنه لكن أفادت الاستدراك، أفادت الإيش؟ أفادت الاستدراك. يعني عندي لكن الدراسة في كلية الحقوق صعبة لكن النجاح ممتع. يعني أنت بتتعب بتدرس، بالآخر لما بتطلع النتيجة ناجح بتنبسط، بتفرح، بتكون سعيد. لكن لو سقطت بتقول: الله يخرب بيت هالجامعة ويخرب بيت هالكلية، هلكون الأساتذة. مزبوط ولا لا؟ طيب لكن عندنا لكن النجاح ممتع. طيب لو أنا استخدمنا لكن مخففة من الثقيلة، لو كانت لكن مخففة من إيش؟ من الثقيلة، بتكونش يا شباب حرف ناسخ، بتكون إيش؟ لا تكون حرف عطف، حرف عطف. إذا جاءت لكن مخففة من الثقيلة بتكون عندي حرف عطف، عشان هيك قالوا لازم تكون عندي لكن مشددة. ليت بتفيد التمني، لا 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 طيب ليت الشباب يعود يوما، ليت الحياة سهلة، ماشي، ليت البحر هادئ. إذا عندي هنا ليت بتفيد إيش؟ عندي هنا ليت بتفيد إيش؟ التمني. ليت الكتاب رخيص، لا 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 سيبنا من المثال هذا. طيب عندي هنا ليت بتفيد التمني، لعل بتفيد الترجي، لعل الكتاب رخيص، لعل نتمنى نترجى ان يكون الكتاب رخيص، لعل الكتاب رخيص.
خلاص احنا ما قلنا ان شاء الله. يلا ماشي. عندي هنا اذا لعل بتفيد الترجي. ماشي. هنا يا شباب ما حكم دخول ما على الحروف الناسخة؟ ما حكم دخول ما على الحروف الناسخة؟ إذا دخلت ما على الحروف الناسخة فإنها تبطل عمل الحروف الناسخة. إذا دخلت ما على الحروف الناسخة فإنها تبطل عمل الحروف الناسخة ما عدا ليت. يجوز فيها أمران: العمل أو الإلغاء. إذا دخلت ما على الحروف الناسخة فإنها تبطل عمل الحروف الناسخة ما عدا ليت. يجوز فيها العمل أو الإلغاء. طيب نشوف. لو قلت أنا إن أحط إلها الماء، إنما ماشي، إنما زيد مجتهد، بطل عمل إن. زيد المبتدأ ومجتهد خبر المبتدأ. ماشي. إنما المؤمنون إخوة. ها إذا عندي هنا بطل عمل إن لدخول ما على إن. طيب علمت أنما الطالب مجتهد، بطلت عمل أن. طيب بقول كأنما الفتاة بدر، بطل عمل إن. طيب ليتما يجوز فيها الأمرين: ليتما الاستعمار زائل. هاي الاستعمار اسم ليت وزائل الخبر ليت وما زائدة. ليتما الاستعمار زائل ليت حرف ناسخ، ما زائدة الاستعمار اسم ليت زائل خبر ليت. نفس المثال ممكن أنا أقول ليتما الاستعمار زائل. عندي هنا ليت مش حرف ناسخ، مكفوف، وما كفت ليت عن العمل. ما كفت ليت عن العمل، إيش هنا باجي في الإعراب بقول كافة ومكفوفة. الاستعمار مبتدأ زائل خبر. في الأمثلة السابقة لما قلنا إنما المؤمنون إخوة، كأنما الفتاة طب في الإعراب إيش بدي أعرف؟ بدي أقول كافة ومكفوفة. ما كفت الحروف الناسخة عن العمل. ما كفت الحروف الناسخة عن العمل. كتير جبنا أمثلة في الامتحان، نروح نقول هنا ليتما الاستعمار زائل، إيش حكم ليتا؟ هنا حطيت على الراء فتحة أنا، قلت ليتما الاستعمار، هنا ليت عاملة، بقول ليت عاملة، يعني إيش عاملة؟ نصبت الاسم ورفعت الخبر. وضحت هذه ولا لا؟ ليتما الاستعمار زائل. طيب طيب إيش حكم ما؟ زائدة. حكم ما زائدة. طيب لما أقول أنا ليتما الاستعمار زائل، ما حكم ما؟ بقول ما زائدة. طيب لو أقول أنا ليتما الاستعمار بالضم زائل، إيش حكم ليت؟ غير عاملة. وما عاملة. ليتما عندما عملت أبطلت عمل ليت. طيب هنا يا شباب خصائص إن. إن بتيجي مكسورة، يعني الهمزة تحت أو الهمزة فوق، بنصير أن. بقول إن وأن. هنا لما أقول إن حكم وجوب كسر همزة إن، حكم وجوب كسر همزة إن، حكم وجوب فتح همزة إن. يعني وجوب الكسر وجوب الفتح جواز الأمرين. وجوب الكسر وجوب الفتح جواز الأمرين، يعني يجوز إن أنا أفتح الهمزة ويجوز إن أنا أكسر الهمزة. أجي أقول أنا عندي إذن ثلاث صور: وجوب الكسر، وجوب الفتح،
جواز الأمرين. أول حاجة وجوب الكسر، يجب كسر همزة إن في عدة مواضع. واحد، وإذا وقعت في أول الجملة، يجب كسر همزة إن إذا وقعت في أول الجملة. إن زيداً مجتهد، هاي وقعت في أول الجملة. إن العلم نور، إن إيه؟ ماشي. عندي هنا وقعت إن في أول الكلام، يجب كسر همزة إن. ماشي. عندي هنا إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، ألا إن النيل ثروة مائية، ألا ألا إن النيل ثروة مائية، هي عندي ألا استفتاحية، يجب كسر همزة إن. طب إيش إعراب ألا؟ ألا لا محل لها من الإعراب، ألا استفتاحية لا محل لها من الإعراب. ألا إن نصر الله قريب، ماشي خلاص ماشي. عندي هنا ثلاثة إذا وقعت في أول جملة مقول القول، يعني هنا بنسميها جملة مقول القول يا شباب، لا هنا انتبهوا معايا، بدنا نسميها الجملة المحكية. إيش معنات الجملة المحكية؟ إيش معنات الجملة المحكية؟ اصبر معايا، بقول إيش معنات الجملة المحكية؟ الجملة المحكية بعد فعل قال بتجي لي جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. بقول الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول القول، هذه بنسميها جملة محكية. لو إجت بعد الفعل قال جملة فعلية، بقول الجملة الفعلية في محل نصب مقول القول، هذه بنسميها جملة محكية، جملة محكية. طيب يعني أجي أقول قال المعلم الطالب مجتهد، هذا بنسميها جملة محكية، بنسميها جملة محكية. قال المعلم الطالب مجتهد، الطالب مبتدأ ومجتهد خبر، الجملة الإسمية في محل نصب مقول القول. طيب قال المعلم يدرس الطالب بجد، إذن هنا يدرس الطالب بجد، الجملة الفعلية جملة محكية، هذا بنسميها جملة محكية. ممكن تيجي بعد الفعل قال تأتي بمعنى ظن، بمعنى ظن يعني بمعنى الشك. هنعيد الكلام تاني، بقول قال تأتي بمعنى ظن، قالوا إنه قال بتأتي بمعنى ظن، هنا بيصيرش معنى الجملة محكية، بدها تيجي تاخد مفعول أول ومفعول تاني. زي إيش أجي أقولها؟ أتقول زيدا قائما، يعني بمعنى أتظن، بتشك إنه زيد قائم، زيد مفعول أول وقائم مفعول تاني. إحنا هنا لما قلنا يجب كسر همزة إن إذا وقعت في أول الجملة المحكية، يعني بعد الفعل القول قال المعلم إن الضرب طويل، إن حرف ناسخ، الضرب اسم إن، طويل خبر إن. الجملة عندي الجملة الإسمية في محل نصب مقول القول. عندي بلناش الجملة الفعلية، احنا هنا إن بتدخل على المبتدأ، بتدخل على الجملة الإسمية، ماشي. عندي هنا يقول قال المعلم إن الضرب طويل، إن حرف ناسخ، الضرب اسم إن، طويل خبر إن. الجملة هنا في محل نصب مقول القول، إذن هنا إيش بدي أقول؟ يجب كسر همزة إن، يجب كسر همزة إن. ليش؟ لأنها وقعت في أول جملة مقول القول. وضحت هذه؟ يجب كسر همزة إن إذا وقعت في أول جملة الصلة، زرت الذي إنه مجد في الدراسة، زرت الذي إنه مناضل،
زرت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل الذي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به. إنه إن حرف ناسخ والهاء اسم إن مجد خبر إن. الجملة صلة الموصول لا محل لا من الإعراب. وقعت أن إن في أول جملة الصلة. زرت الذي إنه مجد في الدراسة. زرت فعل فاعل الذي مفعول به. إنه إن حرف ناسخ الهاء اسم إن مجد خبر إن. الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإيه؟ لا محل لها من الإعراب. طيب إذا هنا إذا وقعت في أول الكلام، إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية، إذا وقعت في أول جملة مقول القول، إذا وقعت في أول جملة الصلة، إذا وقعت في أول جملة الحال يجب كسر همزة إن. طيب أكرمت الطالب إنه مجد في الدراسة. أكرمت الطالب إنه مجد في الدراسة. إن حرف ناسخ الهاء اسم إن مجد خبر إن. الجملة الإسمية في محل نصب حال. إن ومعموليها يعني إن واسمها وخبرها في محل نصب حال. الجمل بعد المعارف أحوال. لما أقول وبعد النكرات صفات، لما أقول أكرمت الطالبة، أكرم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل والطالبة مفعول به. إجت إنه مجد في الدراسة. هنا إجت الجملة هذه بعد الطالبة. الطالب معرفة ولا نكرة؟ معرفة. إذا الجملة هذه شعرابها حيكون حال في محل نصب حال. إذا وقعت إن في أول جملة الصفة، هذا مش موجود عندك في الكتاب. إذا وقعت في أول جملة الصفة يجب كسر همزة إن. أكرمت طالبا إنه مجد في الدراسة. إذا وقعت في أول جملة الصفة أكرمت طالبا إنه مجد في الدراسة. إن واسمها وخبرها في محل نصب صفة. الهاء الهاء اسم إن مجد خبر إيش؟ خبر إن. الجملة في محل نصب صفة أكرمت طالبا. طيب إذا وقعت بعد حيث وبعد إذ تكسر همزة إن. أقدر الطالب حيث إنه مجد في الدراسة. بعد حيث وبعد إذ لازم أكسر همزة إن. طيب تفتح همزة إن بعد حيث وإذ. أكرمت الطالب حيث إنه مجد في الدراسة. هنا يا شباب إيش الملاحظ؟ لاحظنا الآتي، إنه في جميع الأمثلة أو في جميع المواضع التي كسرت فيها همزة إن، أن إن وقعت في أول الكلام في أول الجملة. يعني لما قلت في أول الكلام يعني أول جملة، إذا بعد ألا الاستفتاحية يعني أول جملة، في أول جملة مقول القول أول الجملة، في أول جملة الصلة أول الجملة، في أول جملة الحال أول الجملة، في أول جملة الصفة أول الجملة. بعد حيث أتكون لجملة، الجملة هذه في محل جر مضاف إليه. إذا عندي هنا كل المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن تقع إن في أول الكلام. كل المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن تقع في أول الكلام. طيب مواضع وجوب الفتح، يجب فتح همزة إن في موضع الرفع. موضع الرفع يا شباب أربع مواضع،
إذا وقعت مبتدأ، إذا وقعت خبر، إذا وقعت فاعل، إذا وقعت نائب فاعل. هنا أن بتكون مصدر مؤول، أن بتكون مصدر مؤول، لكن إن جملة بتضل، أن بتتحول لكلمة يعني مصدر مؤول. بدي أجي أقول المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، المصدر المؤول في محل رفع خبر، المصدر المؤول في محل رفع فاعل، المصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل. هي مواضع الرفع. إذا وقعت في محل نصب، حنعيد الكلام كله هذا حنرجع له، في موضع نصب مفعول به. إذا وقعت في محل جر، الأول حاجة إذا وقعت في محل رفع مبتدأ، من مظاهر الرقي أن الأمة تنهض بشبابها، من مظاهر الرقي أن الأمة تنهض بشبابها. من حرف جر، مظاهر اسم مجرور وهي مضاف، والرقي مضاف إليه، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر مقدم. أن حرف ناسخ، الأمة اسم أن، تنهض فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، بشبابها جار ومجرور متعلق بتنهض. الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، تنهض بشبابها، مش عندي جملة فعلية، الجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر أن، المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع مبتدأ. مش قلنا من مظاهر الرقي شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم متعلقة بمحذوف خبر مقدم، أن الأمة تتنط، المصدر المؤول من أن ومعمولية في محل رفع مبتدأ. اثنين، إذا وقعت في محل رفع خبر المبتدأ، الثابت أن المتهم بريء، الثابت مبتدأ، أن حرف ناسخ، الثابت أن المتهم بريء، الثابت مبتدأ، أن حرف ناسخ، المتهم اسم أن، بريء خبر أن، المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع خبر المبتدأ، المصدر المؤول من أن ومعموليها في محل رفع خبر المبتدأ. طيب، ثلاثة، إذا وقعت في محل رفع فاعل، يسرنا أن تحافظوا على الصلاة، يسرنا أن تتفوقوا في الدراسة، يسرني أن تنجحوا بتفوق. عندي هنا يسر فعل مضارع والنا مفعول به، أن تحافظوا على الصلاة، أن عندي هنا يسرنا، إذن المصدر المؤول في محل رفع فاعل. طيب، إذا وقعت في محل رفع نائب فاعل، سأنا ما، عندي هنا أجي أقول أنا، إذا وقعت في محل رفع فاعل، إذا وقعت في محل رفع نائب فاعل، عرف أن الزائر متواضع، عرف أن طيب، المثال اللي قبله يسرني أن الطالب مجتهد، أي مثال آخر، يسرني أن الطالب مجتهد، يسر فعل مضارع والنون للوقاية والياء مفعول به، أن حرف ناسخ، الطالب اسم أن، مجتهد خبر أن، المصدر المؤول في محل رفع فاعل. إذا وقعت في محل رفع نائب فاعل،
أجي أقول أنا عرف أن الزائر متواضع. عرف فعل مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للمجهول، أن حرف ناسخ. الزائرة اسم أن، متواضع خبر أن، المصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل. وضحيت؟ طيب، إذا وقعت في محل نصب مفعول به، علمت أن الطالب مجتهد. ما قبل هيك سبق إيش إحنا أعرضنا المثال، علمت أن الطالب مجتهد، علم فعل ماضي والتاء الفاعل، أن حرف ناسخ والطالب اسم أن ومجتهد خبرها، المصدر المؤول في محل نصب سد مسد مفعولي علم. إذا وقعت في محل جر، يعني بعد حرف الجر يا شباب، إذا أنا بدي أذكر إن بدي أحطها أن، ما ينفعش أكسر الهمزة، لازم أفتح الهمزة. دعمنا الانتفاضة لأنها منتصرة، دعمنا الانتفاضة لأنها منتصرة، دعمنا فعل فاعل، الانتفاضة مفعول به، لأنها اللام حرف جر وأن حرف ناسخ والهاء اسمها ومنتصرة خبرها، المصدر المؤول في محل جر. ما الملاحظ؟ الملاحظ الآتي، لما أنا بفتح عند فتح حمزة إن، تؤول الجملة إلى كلمة واحدة، عشان هيك بنقول مصدر مؤول. مرة أنا جبت سؤال في الامتحان قديماً، إيش قلت؟ ما الفرق بين إن وأن؟ ما الفرق بين إن وأن؟ راح الطلاب إيش جاوبوا؟ إيش الإجابة؟ راح ذكر خصائص همزة إن، وراح ذكر خصائص وجوب كسر همزة إن، ووجوب فتح همزة إن، والإجابة غلط. هاي أقول لك إيش الإجابة؟ الإجابة كالآتي، الوقت الهمزة إن وأن، في إن الهمزة تحت الألف، وأن الهمزة فوق الألف، صح ولا لا؟ هاي فرق. الفرق الثاني كان عليه 7 درجات السؤال، بقول إنه الهمزة تحت وهنا الهمزة فوق. طيب السبب الثاني إنه إن بتعمل جملة، بتضلها الجملة ما كما هي، إن لما قلت أنا إن تبقى جملة كما هي، لكن أن بتعمل مصدر مؤول. هاي الفرق، أن بتعمل مصدر مؤول بتحول الجملة إلى كلمة، لكن إن تبقى الجملة كما هي. أنتم مش فارقة معاكم والله تحطوا الهمزة إيه تحت ولا تحطوا الهمزة فوق، بقول في فرق كبير بين ما أنا أحط الهمزة تحت بتضلها جملة كما هي، وبين ما أنا أحط الهمزة فوق بتتحول الجملة إلى كلمة واحدة. ماشي؟ لما أجي أقول من مظاهر الرقي أن الأمة تنهض بشبابها، يعني مظاهر الرقي النهوض معناها، لكن لما أجي أقول إن زيدا مجتهد، بنفعش أقول مصدر، ضلت زي ما هي جملة. جواز الأمرين، نعم، بس فرقين، جواز الأمرين. بدي أخلص الموضوع، يجوز، تفضل، نون الوقاية. طيب ماشي، نون الأصل في الاسم، سؤال كويس. الأصل في الاسم إنه بيجي مجرور، لكن الفعل بينفعش أحط له الكسرة، بينفعش أحط للفعل الكسرة. طيب عشان هلوقت الياء المتكلم، ياء المتكلم يسعدني، الياء تبعتي أنا، هذا لازم الياء بنسبها وجود الكسرة، بينفعش أحط الكسرة على الفعل المضارع، لازم أجيب النون، هذه النون بحط عليها الكسرة، بنسميها نون الوقاية، هي التي تقي الفعل من الكسر. عرفت ايش معنات نون الوقاية؟ هي التي تقي الفعل من الكسر. ما جواز الأمرين،
يجوز كسر همزة إن ويجوز فتح همزة إن. إحنا بدنا نتكلم عن موضعين، هو في أكتر من موضعين. أول موضع الأولاني، الموضع الأول في الجواز إذا وقعت بعد إذا الفجائية، يجوز الكسر ويجوز الفتح بعد إذا الفجائية. يجوز كسر همزة إن أو فتح همزة إن إذا وقعت بعد إذا الفجائية. اثنين، وحنرجع نجيب أمثلة. اثنين، إذا وقعت بعد فاء الجزاء. اثنين، إذا وقعت بعد فاء الجزاء. إيش معنى فاء الجزاء؟ الفاء الواقعة في جواب الشرط. الفاء الواقعة في جواب الشرط. لما أجي أقول إذا وقعت بعد إذا الفجائي، اليوم هيك زبطت حالك ورتبت حالك وبدك تطلع على معزوم على عرس، طيب وإنت طالع إجا صاحبك دق عليه، خرجت فإذا إن الصديق أمامي، خرجت فإذا أن الصديق أمامي. إذن هنا صار في عنصر المفاجأة. طيب، خرجت فإذا إن الرصاص منهمر، خرجت فإذا أن الرصاص منهمر، خرجت فإذا أن المطر منهمر، خرجت فإذا أن المطر منهمر. طيب، عندي الفاء الواقعة في جواب الشرط، إن تقدر العلماء فإنك متحضر، إن تقدر العلماء فإنك متحضر، إن تقدر العلماء فأنك متحضر. يعني الفاء هذه فاء واقعة في جواب الشرط، يجوز كسر همزة إن ويجوز فتح همزة إن. آخر نقطة حنتكلم فيها في المحاضرة هذه اللام المزحلقة، عشان نخلص من النواسخ. اللام المزحلقة أو اللام المعلقة، اللام المزحلقة أو اللام المعلقة. اللام المزحلقة هي التي تقترن بخبر إن. اللام المزحلقة أصلها لام التوكيد، لها الصدارة. عندما دخلت إن بتصير إيش عندي؟ بتتأخر، بدل ما هي اقترنت في المبتدأ هتقترن في الخبر. إذن اللام المزحلقة هي التي تقترن بخبر إن، مثل إن زيداً لقائم. هذه اللام اللي في قائم مزحلقة. إننا لعائدون، إننا لمنتصرون. اللام هنا اللام بنسميها اللام المزحلقة، هي التي تقترن بخبر إن. هي هذه بتفيد التوكيد دورها، بس بتأثرش في الإعراب، يعني بتأثرش في الإعراب. إننا لمنتصرون، ها منتصرون خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إننا لعائدون نفس الكلام. السؤال بدنا نطرحه، هل يجوز أن تقترن اللام المزحلقة باسم إن؟ قالوا يجوز إذا تقدم الخبر على الاسم. إن لنا للآخرة، هاي اللام اللي في الآخرة اللام المزحلقة، اقترن باسم إن. إذن هنا يجوز إذا تقدم الخبر على أي سؤال، وعشان نكتفي إن لنا للآخرة، هنا اخترنا باسم إن. إيش اخترنا باسم إن؟ اللام المزحلقة. إيش السبب؟ لأنه تقدم الخبر على الاسم. الله يعطيكم العافية.